طيب نروح بقى للتقارير الفرنسية اللي قالت النهاردة إن باريس سان جيرمان بدأ رحلة البحث عن بدايل كيليان امبابي لاعب الفريق في حال قرر الرحيل فعلا عن ملعب الأمراء خلال الفترة اللي جاية، وقال إن في مفاوضات مع محمد صلاح نجم الريدز، وأكدت الصحف إن صلاح بيحظى بأولوية لفريق باريس سان جيرمان بالإضافة لهاري كين كمان نجم توتنهام في حالة طبعا إن امبابي يسيب الفريق. كمان قالت صحيفة جاء فوتبول نيوز فرانس إن باريس بدأ مفاوضاته خلاص مع صلاح وممثليه خلال الشهر اللي فات، وأشارت كمان إن النادي الفرنسي لسه بيراقب موقف ميسي نجم برشلونة من إن هو يجدد مع فريقه، لأنه من المقرر يعني إن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وطبعا صلاح كمان بيرتبط بعقد مع ريدز لحد يونيو 2023. طبعا هي كراسي موسيقية زي احنا متفقين، بس أغلب الظن كده إنه امبابي خلاص رايح الريال. هل ميسي يكون بديل امبابي في باريس سان جيرمان ولا يكمل مع البارسا؟ وفي الحالة دي هل ممكن يكون فرصة لصلاح إنه يروح للبي اس جي أو ينضم للبارسا؟ هو كمان كل ده في علم الغيب، ولكن أنا أتمنى الحقيقة إنه هو طبعا احنا بنتكلم على إنه عقد صلاح ينتهي صيف 2023، وبالتالي لسه في فترة كبيرة جدا مع الليفر، وفي نفس الوقت الأندية معظمها بيعاني من أزمات اقتصادية عنيفة جدا، وبالتالي أعتقد أن كل النادي هيكتفي بصفقة أو بالكتير أو صفقتين لو كان من أندية القمة، يعني بنتكلم على أندية زي الريال أو البارسا، وأكتر من كده أعتقد هيبقى في صعوبة كبيرة جدا في سوق الانتقالات اللي جاي.